توفيق غنسقسيك على الاجواء اللي كنعيشوها دابا قبل البارتي ديال اسبانيا. مرحبا اخي ايوب وشرف لي ليا الخاوه ديالي اللي تلاقينا انا وياك وانا من معك انترفيو اخ سأل مع راسك وانا كن الاجواء اللي كتعيشها دابا سينا في المغرب اش غادي نقول لك الخاوه الاجواء اللي كنعيشها دابا والله واحد الاحساس غريب فيا بزاف ما عمر هذا الاحساس هذا جاني قسما بالله لا بارديد اللي فات ولا هذا واش غنقول لك وفي العقليه ديالي بان المنتخب غادي يجيبنا العز وغادي يغلب الله يربح شحال اش غادي نقول لك انا ما غنعطيك شي ولكن جوج واحد حيت الدوله الاسبانيه كتقول لعبه مع اللاجئين وما كرهتش نربحوا وغنربحوا ان شاء الله الله باش نوريهم اللاجئين كيفاش عاملين ان شاء الله بحول الله. لكن ما كنعرفوا اخي توفيق عايش اسبانيا. نعم عايش اسبانيا. دورت بزاف ديال الدول الاوروبيه. واش غادي المغرب دائما المغرب. اش غادي نقول لك الخاوه ما خليت فيه مشيت سويسرا فرنسا المانيا اسبانيا المهم بلا ما نزيدوا نهدكوا ما كاينش شي فحال فحال الارض ديالنا وكنبغي الارض ديالنا تربه هذا الوطن كنبغيها بالدم الخاوه وديما بالدم ودائما المغرب واخا مشيت في العالم كنجي هنا والله الا كنقنط اي دوله بالحق البلاد ديالي ما كنقنطش فيها والله العظيم اخوتي وبيبا منتخب اقسم بالله الا بيبا منتخب وان شاء الله بحول الله غادي نغلبوا غادي نفوزوا باسبانيا والله اعلم الا ديك الكاس غادي نرفعه هذه هي الهضره الملك وعاش المغرب قسما بالله علي غنسقسك كيفاش كتحس دابا قبل البارديو اش غنقول كاينه شويه ديال الارتباك وكاينه شويه ديال الثقه اش البارديو هذاك القلعه ما كايناش لا وان ما كايناش القلعه زولنا نهض برجيك صافي عملنا واحد باكسينا كونتر انا دخل هادي كيبقى شويه واحد ستريس وسهل حق هيداك وتسيقين وعملوا النيه ان شاء الله اسم النيه شحال غيخرج باريس ان شاء الله باريس سكور دي ما نقدرش نقول لك يعني سكور اكزاكت حق نقدر نقول لك يكون واحد الفرق واحد جوج واحد ثلاثه جوج نقدروا نغلبوهم يبدي كتقاتيله ديالنا وكذا هما في الاخر شويه فهمت غنغلبوهم بالنيه ايش صافي غنغلبوهم غنتقاتلوا معاهم غنجيبوا ديك الدوز ديال ان شاء الله الدراري طبلوا الدراري طبل 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 ها هي فينيا ولا كسبت ان شاء الله عندنا بلانطيه عندنا كلشي حنا ماشي الا لعبت معنا الكره وما كانوش يكون طرينا في الفار والحكام غادي الله حتى نجيبوها بالله نجيبوا كاس العالم عندنا احسن عناصر كاينه هذه هي الهضره صفقوا ان شاء الله خي سمير شنو هما التوقعات ديالك من بورديدو ديال اليوم واش غنقول لك هاد بارديدو هذا راه حنا كنتسناوه بلا ما نقول لك من فوقاش فهمت عسي ولا بنعسي لا فين ما شفنا ني نعسني والو حنا دابا كنتسناوه غير هاد بارديدو هذا ان شاء الله اليوم المغرب 3-1 غيغلب ان شاء الله كلشي معاه من طنجان كويره كلشي المغرب اليوم ان شاء الله باش غنخرجوا نحتفلوا مع راسنا اليوم واحد الاحتفال غيكون ماشي عادي واخا اسبانيا فابور المغرب واخا عايش اسبانيا واخا يقول لي كان حنايا ها ها هذه هي كلشي المغرب اليوم ان شاء الله غنغلبوا غنغلبوا باش غتبقى لنا هذا الغلو غيبقى في التاريخ من غلبوا اليوم بارديدو اللي ما جي واخا يعطيوه المهم خصنا نغلبوا اسبانيا وصافي اسبانيا العقد ضروري خصنا ضروري خصنا نجوزوا اليوم اذا جوزنا ساعتك لا بغاو يهديوا بارديدو شي منتخب غير يهديوه المهم اليوم اسبانيا خصنا نغلبوا هادشي اللي كاين خاي ايوب وما هذا المنبر هذا هذا السيد هذا راه في الدم المغرب واخا كيمشي لاي دوله في اوروبا كيبقى المغرب المغرب هو المغرب واعز صديق عندي قسما بالله الا اعز صديق الخاص على غنسقسك شحال هي النتيجه ديال باريدو المغرب واسبانيا المهم اخاوا المنتخبات تجي زيرو نجيبوا اربعه شكون هذا المنتخب اللي غيجيب زيرو شكون لاعب المنتخب اللي غيجيب اربعه المنتخبات تربح 4-0 المنتخب ديالنا غيغلب 4-0 وديما المنتخب اشمل نعسي ولا ما نعسيش هذه الليله هذه اخا وقير وانا كنحلم انا كنكون كنلعب في عيبتهم اخا كتحلم تكون كتلعب حتى سينا في المنتخب الا كنتي كتلعب مع المنتخب شمن بوست تكون كتلعب فين تكون كتلعب الهجوم الدفاع الحير الهجوم الا قلنا نزولوا شي ملاعبين منتخب تلعب في عيبتهم نزولوا نصيرو ولا حمد الله الحمد لله علاش هيداك اخا ثقيل وديما ديما المنتخب هذه هي الهضره العز تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.